قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ربنا نادى أهل الكتاب، ربنا لما نتكلم في القرآن عن أهل الكتاب، لأن الكتاب الأمر نزل على أهل الكتاب، ولا كان توراة ولا إنجيل، هو ما في القرآن برضه أنزل في القرآن كثير، يقول لك مصدقا لما بين يديه من جنوب. عشان كده ربنا لما يذكر لنا حاجة قال لأهل الكتاب إن مخاطبين بها، قال لما تصدون عن سبيل الله وتبغونها عوجا، لأن سبيل الله هو الصراط المستقيم. فالإنسان الذي يريد أن يصد عن سبيل الله لا يدل بالعوج، دار عوج الصراط المستقيم ليدل كامل، والصراط المستقيم هو أقرب طريق يوصلك إلى الله، إن عوجت منه ما في حاجة ثانية. ولو شئنا أن نطبق هذه الآية على حالنا الآن، من الذي يصد عن سبيل الله؟ هل بيأمر الناس، أهل الناس قاعدين في السودان، الشعب السوداني ده كله ضد انه يخرج من دياره، ضد انه يقتل وينهى، وكله باين ليامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعيد الحق لاهله وينصر المظلوم، من الذي يامر بالباطل ويصد عن سبيل الله؟ من لا يصد الناس عن سبيل الله؟ ما هم المتمردين والذين معهم، دائما ما بتسمع منهم كلمه واحده تعمل من امر المعروف والنهي عن المنكر، ما بتسمع امر كله صار عن سبيل الله، يفرحوا بتجريد الناس من بيوتهم، ويفرحوا بتروع الناس، ويفرحوا بنهب ممتلكات الناس واخذ اموالهم وانتهاك اعراضهم، يفرحوا. وكان انتصر الجيش والشعب الضائع، ليه؟ وصدوا عن سبيل الله ويكون اعين. دارين أمدني معود، هو ما أدر بالله، دارين مسلية ودارين ما في دين ودارين حرية مطلقة وتحرر ودارين خمور ودارين أي حاجة باطل، نعلم بهذا. دارين المعود، ربنا قال إن الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويكونها عوجا اولئك في ضلال بعيد. هسا اي انسان واقف مع دعم السرير، اكان سوداني ولا ما سوداني، دايما شنو؟ يستحب الحياه الدنيا على الاخره، اللي مش معاه منو؟ الدايما شنو؟ اموال الناس ونهب اموال الناس وعربات الناس وبيوت الناس وبيوت الناس يقع، الدعم مني يدينا نسوان، ده ما مستحب الدنيا على الاخره، يا هو ولا ما يا هو. ويصد عن سبيل الله اي منطقه تخلوها، لازم هو في الجامع يدرس في الجامع يدرس في الجامع، يمنع الناس من اقامه الصلاه والاذان، ما هو ده يستحبون الدنيا على الاخره، ما حتى يتلاقى حاله ولا تقدم من واحد يتجه للقضاء ولا يتكلم في الله ولا يذكر دين الله. يصدون عن سبيل الله ويكون عوجا. الله مع الصد في سبيل الله اول مقصود عن سبيل الله، ما انت داير تبع العوج. قول لا يا اهل خليني انا ما انا مسلم، انت ما مسلم؟ ولدين في الاسلام الكلام ده وين؟ اين يوجد في الاسلام تخرج الناس من ديارهم وتروعهم وتسرق اموالهم وتتبعهم؟ وين في الاسلام؟ ربنا امر كده وين؟ ان الله لا يامر بسوء الفحشاء. اديهم كده الشيطان الذي يسعى بالبطال بين الناس، الشيطان ده يستحبون الدنيا على الاخره، بس لانها دنيا ما في اي اخره. لو انسان يؤمن بالله واليوم الاخر يكون خفيفا مع الله ما بيعمل كلام زي ده، ما ممكن. من عان على قتل مسلم كتب بين عينيه آيس، انت تفرح لتشريد الناس وتطوعه؟ ربنا قال شنو؟ العقوبه حتكون شنو؟ للذين يصدون عن سبيل الله ويكون عوجا. في آيتين قال في آيتين نفس النص، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويكونها عوجا وهم في الآخرة هم كافرون. كلهم في لعنة الله، تأكد من المعلومة دي. والله أي دعاء أو مؤمن أو زول دعم أو وقف معه أو
لحد يومنا ده موحد يشهد ان لا اله الا الله، اصله ما اعتبر كله ربنا في نور عن سيدنا. قال فمما تولى ترى الجماعه نقص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله. طيب ابليس هيخش الجنه ليه؟ لانه لعن لعن وان عليك لعنتي الى يوم الدين. قال ربنا عز وجل يا ابليس انت كما موزني عقوبته كانت من الوقت ده لحد يوم القيامه، لكنه بريء وحاسب في هذا اللقاء خليه لم يوم القيامه. قال فهو ملك الجنه بلعنه الله. فإذا ما نقول لك أنت عامل فيها بتصلي في الصوم وعامل فيها أنا هناك قاعد مع الناس أنت شغال مع الدعامة وتصوم عن سبيل الله أنت في لعنة الله. يا جيل أمشي على لعنة الوصفة الثانية الدائرة فيها مع شيء من صورة الكهف، هي قصة سيدنا موسى والرجل الصالح. طبعا هذا يقول الرجل الصالح كان أخيري في شعب غير الشعب السوداني قاعد يسمى كثير في المسلمين كلهم لا قاعد يسمى كثير غير من هنا في نحن قابلنا هنا أنا من ما أدفعين عشان كده ما في سلطان قاعد يسمى الخير يسمينا هنا. لكن خلي هذا العبد الصالح سيدنا موسى وهو الذي يكلمه الله تكريما لما نسوي مسائل واحد قوم قال لك يا عالمين في الارض قال لي ما ربنا قال لك عشان تعلم منه فضل كل زي علمي عليك. سيدنا موسى شايف كلمة الله وكان النبي الوحيد في الدنيا في ذلك الوقت ذاك الزمان فجاوب قال انا اعلم ان الله يعني جاوب عن علمه وكلامه صح ما في شيء ما في شيء كان ثاني النبي مات ما في شيء صار على النبي كان كنت رسول الله النبي ثاني صار ولا ما صار ما فجاوب ربنا داري علمه. قال لي يا سيدي عمي شايفك الفلانية كان مش هناك بدون تلقى في زول أعلى مني. القصة المشهورة ما داري أفكر فيها لأن جيت مع حاجات لما لقى النبي الصالح قال لي هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال لي ممكن تسمح لي بس مش معاك عشان تعلمني من العلم اللي أنا ما يدي. قال لي لن تستطيع معي صلاة. أول حاجة تواضع سيدنا موسى لأنه هو يعلم الله يتواضع قال لي أنا لا تعلمني مش لازم أمشي معاك طوالي أتبعك أنا أكبر طوالي جايز ما تدري عشان أتعلم منك. قال لي إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحدثه كبرا. ودي طبيعة الإنسان فيه الناس حسة والفتنة والكلام والجيش ما عمل والجيش خسر والجيش باع وما تحرك وما قعد وفلان خايف وفلان خايف ليه يا يعني؟ الانسان لو ما عرف بيقبل ليس سيدنا موسى مع الراهب ده ما بيقدر يصبر. سيدنا الخضر قبل ما يقول له قال لي احنا ما تقدر تمشي معاك حتمشي معاك كيف وانت ما حتقدر تصبر على حاجه انت ما عارف حقيقه الشيء ما بتصبر وما كان لسه ما بدو المشوار لكن انا قاعد في دعيم عارف سيدنا موسى ما يصبر معايا وده حال الناس وده ما له مشكله معايا كونك انت ما قاعد تصبر لانه في حقيقه غايبه عنك ما مشكله ما ده سيدنا موسى ده في النبي ما مشكله دي طبيعه الانسان انه الحاجه ما عارفها ما خابرها والخبره دي قاعدين حاجتنا احنا بنقول الشغله دي انت ما خابرها الشغله دي انا خابرها اكثر منك ده لسان وغير برامج كل موجوده قال لي حاجة أنت ما عندك خبر ما تصبر عليها. قال لي بصبر. قال لي كيف أنت تستطيع معي صبر؟ قال لي وكيف تصبر على أمرك بالهرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا. خلي بالك سيدنا موسى ما كمان بعزيمته بس إنه أنا حاصبر عشان العلم. قدم شيء قدر إنه أنا بعزيمتي إنه أنا جاي أنا بقول لك عليك مشوار كالتالي عشان العلم. ان شاء الله كان صابر. قال لي خلاص تعليمات كان باردني بدي حوار ما تسالني الا كلمة انا لا او ما تسالني باي حاجه الا انا كنت بدات اتكلم عن ولا كلمه تسكت ساي بدات تتعلم وده ادوات التعلم. انت عندك معلم ما
وشوف قال لك سؤال اسال. عشان كده لما تيجي انت بعد ما يقول لك القصه عليكم كده وعشان الشرف وعشان البتاع لا بيكتب لك اي سؤال عشان ما تقعد. انا في ناس زي سيدنا موسى الناس كلهم كده بيشربوا. فالشاهد كمان قال لي انت اعطيني ثلاثه ثانيه عن شيء حتى ابو سليم المنكر ومشينا مشوار في قصه معروفه. ما شريك سفينة قداع سيدنا موسى ليس كلام ولا انت قد تشكل انت غضب الناس كي احنا ناس مساكين ياخذ من فارع لكن ده نور كم كيف كلام ما قلت ما قال لي هو كلام ما قلت انت تصبر معاي قال لي معليش والله نسيت راح لدا ما شريك ليش جاب طلع برا مع الناس طق طق اربع راس قال لي ده شنو ده؟ طب كلها تنفس من غير تنفس؟ قال لي ما قلت لك ما قلت لك تصبر قال لها إن سألتك بعدها ما تشرب قال لها إن سألتك عليهم مشوا قدام يجيبوا الحيطة مكسر ومو خشوا كده يا جماعة دول مغرى الدول ما يعني ما عندنا ما عندنا ولا بنيم ولا أول ضيف ما شاف ولا حيطة ولا واقع كده ما شاف بناء قال لها خسي نأخذ لك إلى ودونا ما أنا بقول لك كان قلنا لهم صلينا في الحيطة دي ودونا مغاري ما خان خليك قال لي هذا قرآن وينه من ثلاث ربعين تبرك بالتلف هذه ما هي بعد ذلك حتفارقني لكن انا حوريك الثلاثه وراهم السفينه انا جبتها الاخيره لانه كان مرمى اديك عن قطعه هناك غير الثاني سفينه 100 وشيلها لما نلقى فيها عيب خليها عشان تبقى تعالج مين والولد ده كان هيطلع ولد شكله وعايز يكون عشان كده قتلناه عشان ربنا يدوم جناح هيكون جناح احسن من ده وليه الليله الأم والأب ما عارفين ولده ده قتلوه في شنو؟ عارفينه؟ ليه أسبب قبيلتهم؟ عشان تفهم إنك أنت ما لي حاجة أنت تعرفها. لما تموت في حاجات ما تقدر تعرفها. لو كان في النص صحيح أنك تعرفه كان ولد ليه؟ أنت تصبر بس. الولد ده أم وأبوه ولد إلى الساعة اللي بتكلم معاكم فيها. بعد ما تقول لهم طول عمري فين ولده ده قتلوه في شنو؟ لما نقابل ربنا يوم القيامة وقلنا له ان يجيبوا صالح تكلم وسمحنا له ربنا يعني. انت ليه تقول منه الكلام ده؟ ما هي حاجة انت اللي تعرفها. الحيطة دي جايبك صاحبين شر البنيان صاحبه خير. حتى في انت لا صبرت على الظهر وشر ولا صبرت على الظهر خير. اللي اخذ الحيطة دي شوف عليها الكلام البتاع ده وقع بعد شوية مطر من طبتين الاستاذ ده بيكشف ان في كنز حتى ده ابوه كان صالح ولذلك انت لازم تصلح تكون انت حريص انك تكون صالح عشان هناك يطلع صالح ابوهما صالحا